نبدأ بقى السيكشن. كان في حد طلب مسألة رقم 7. طب ممكن بس أتأكد من حاجة، هو أنا يعني أما بحل السؤال ما بعرفش تعرفيش ايه؟ يعني الو، لو أنا بحل مثلا سؤال رقم 3 مش هعرف أرجع لـ2. أيوه، لا، هو الصفحة كلها فيها الأربع حضرتك أسئلة. سامعني؟ أي، سامعك سامعك. اه يعني هو تمام الصفحة خلاص كلها فيها الأربع أسئلة. ماشي هو بس أنا لو ممكن أفتحه دلوقتي، كنت بفتحه امبارح بصراحة، بس مش عارف، ممكن يكون الدكتور قفلته ولا حاجة تاني. أنا بس لو كان ممكن أفتحه معاكم يعني. بس هو يعني نفس الستايل، هتلاقي الأربع أسئلة في نفس الصفحة. يعني هتلاقي نفس الستايل بالظبط يعني. والام سي كيو هتختاري تشويس من المالتيبل تشويسز وخلاص، يعني هما مفيش اي ابداع يعني. بس هو طيب حتى لما خلاص تيجي تعمل ماشي سيف اند سميت تمام. لازم تتاكد انك انت تدوس اوكي، يعني بحيث انك انت ما تكونش دوست غلط. وبعدين يعني مالتيبل ترايز يعني، وبعدين الجميل فيه ان هو بيديك الدرجه ايوه صح ساعتها يعني. ماشي، تمام خلاص ماشي تمام. طيب خلينا نشوف. هو كان في حد طلب مسألة رقم 7. طيب مسألة رقم 7 بتقول ايه؟ عايز ال electric field of a plane wave of a plane electromagnetic wave in an electric medium is given by the equation. عايز يعرف ال electric dielectric constant بتاع ال medium وال magnetic field وال pointing vector وال wave intensity في ال case دي. طيب هو الالكتريك فيلد given by this equation. الايكويشن دي بتعبر عن ايه؟ ان ال E بتساوي ال E نوت. انتوا مش شايفين ال اه طب انا ممكن اعمل حاجة حلوة، ممكن افتح ال اعمل شير هنا وايت بورد سكرين شوت. تمام. المسألة رقم 7 بيقول الإلكتريك فيلد بيساوي الفانكشن دي. فاحنا عارفين إن الإي بتساوي الإي نود كوساين الكلام ده. طب الكلام ده عبارة عن إيه؟ المعامل بتاع الزد ده هو الإيه؟ الكي، يبقى ده الكي، والكوفيشنت بتاع التي هو الأوميجا أو الأنجلر. هو بيسأل على الدايلكتريك كونستانت بتاع الميديم. إيه الدايلكتريك كونستانت ده؟ اللي هو الإبسلون آر. طيب انا اعرف اجيب الابسلون ار ازاي؟ انا عارف ان الريليشن ان الفي بتساوي ايه؟ الاوميجا على الكي، وانا معايا الاوميجا اللي هي 3 باي في 10 اس 8 والكي اللي هي 3 باي، يبقى الفي بتساوي 10 اس 8. طب كده انا جبت الفيلوسيتي بتاعه الويف اللي بيحصل لها بروباجيشن في الميديم ده، اللي هي بتساوي 10 باور 8 متر بير سكند. طيب بس انا عارف ان العلاقة ما بين الفيلوستي والفيلوستي اوف لايت بتساوي ان ال سي او ان ال في بتساوي ال سي على ال ان. ال ان ده اللي هو الريفراكتيف اندكس بتاعت الميديا، وانا عارف برضو ان ال ان دي بتساوي جذر ايبسلون ار. يبقى انا في الاخر عرفت ان ال في بتساوي ال سي على جذر ايبسلون، وانا لسه جايب ال في اللي هي بتساوي 10 اس 8 وال c اللي هي 3 في 10 أس 8 اللي هي velocity of light in the air أو في المكيم. يبقى أنا كده عرفت أجيب جذر ال epsilon r. جذر ال epsilon r هتساوي 3، يبقى ال epsilon r هتساوي إيه؟ هتساوي 9. في حد عنده سؤال في المطلوب الأولاني اللي هو بتاع ال dielectric constant؟ حد عنده سؤال؟ طيب المطلوب التاني بيتكلم على الماجنتيك فيلد. الماجنتيك فيلد هو مقصود بيه هنا هو البي.
فهنا انا عارف ان العلاقة ان الاي بتساوي الفي في الفي، وانا معايا قيمة الاي، دي قيمة الاي، والفي انا لسه جايبها اللي هي 10 أس 8، فانا اقدر اجيب ايه الفي على طول. يبقى الفي هتساوي 10 أس 8 كوساين 3 باي زد ماينس 3 باي في 10 أس 8 تي. والدايركشن انا عارف ان الدايركشن بتاع الالكتريك فيلد هو مديهولي في اتجاه الاكس، يبقى الدايركشن بتاع البي في انهي دايركشن؟ نعملها بالرايت هاند رول. ايه الرايت هاند رول؟ ان الاي اضربها في جي تديني الكي. طيب الاي هنا مين اللي بيأوسيليت في اتجاه الاي او في اتجاه الاكس اللي هو الالكتريك فيلد؟ ماشي اتفضلي. ندى عايز اسال تقريبا. ماشي اتفضلي. هو دلوقتي المفروض ان هو تبقى البي 10، البي نود يعني، او البي ماكسيموم تبقى 10 أس سالب 8. اه تمام ماشي صح تمام ماشي انا تمام ماشي 10 أس ناقص 8 معلش. تمام طيب. تبقى البي هتساوي 10 أس ناقص 8 كوساين الكلام ده ناقص بس الدايركشن ده انا محتاج ان احدده. فالدايركشن احدده ازاي؟ احدده من الرايت هاند رول ان الاي كروس الجي بتديني الكي، فانا ايه اللي بيوسليت في اتجاه الاي اللي هو الالكتريك فيلد، ومين البروباجيشن كونستانت او البروباجيشن دايركشن بتاعي في انهي دايركشن. انا عندي هنا الزد والاشاره ما بينهم مختلفين، يعني الاشاره ما بين الاثنين مختلفين. ماشي اتفضل. في حد بيسأل؟ اتفضل يا ندى. ماشي اتفضلي. والله خلاص مش هتسألي. بالغلط بالغلط، معلش. طيب تمام ماشي. طيب فهنا ال 3 باي زد ماينس 3 باي في 10 اس 8، فطالما الاشاره ما بينهم معكوسه، يعني ده بوزيتيف ده نيجاتيف او ده نيجاتيف ده بوزيتيف، يبقى هو بروباجيت في بوزيتيف ايه زد. البروباجيشن بتاع الويف بوزيتيف زد، يبقى انا اللي عند الكي هو ايه؟ يبقى احنا قلنا عند الاي هو الالكتريك فيلد، عند الكي هو البروباجيشن. يبقى الماجنتيك فيلد هيبقى في اتجاه ايه؟ في اتجاه الجي. يعني اي كروس البي بيديني البروباجيشن، يبقى دي هتبقى ايه؟ واي يونت فيكتور. حد مش فاهم مطلوب التاني ده اللي هو الماجنتيك فيلد؟ الماجنتيك فيلد امبليتيود جبناها الدايركشن دي دايركشن تاني. طيب خلينا نمسح الكلام ده. انا عارف من العلاقه ما بين الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد كدايركشن ان الاي كروس البي من البوينتنج فيكتور، ان الاس بتساوي 1 على ميو، صح؟ اي كروس البي ده كده الاس، والاس ده اللي هو الدايركشن بتاع البروباجيشن. فانا علشان اجيب اي دايركشن بتاعهم لازم اقفله العلاقه دي او الرايت هاند رول. فانا عندي الالكتريك فيلد في اتجاه الاكس، الالكتريك فيلد في اتجاه الاكس، الماجنتيك فيلد ده اللي انا بسأل عليه، والبروباجيشن في انهي دايركشن؟ بروباجيشن في اتجاه الزد. طيب اكس كروس اي يديني الزد، اكس كروس واي يديني الزد، فهتبقى الواي. او ممكن نعملها بالرايت هاند رول زي ما انا كنت عملت من شويه، ان هنا ان الاي كروس الجي تديني الكي. فانا الاي في اتجاه الاكس، ال i اللي هو في اتجاه ال x اللي هو electric field، وال propagation في اتجاه ال k ده ال propagation، يبقى ال magnetic field في اتجاه ال j ده كده اللي هو مطلوب التاني. طيب ال pointing vector، ال pointing vector انا لسه قايل ان ال pointing vector ال s بتساوي ايه؟ ده المطلوب التالت، ال s بتساوي 1 على ميو e cross ال d. تمام. فانا معايا ال electric field هو مديهولي في المسألة،
والماجنتيك فيلد انا لسه جايبه، فهقول واحد على ميو يكروس البي، يبقى هو ده الايه البوينتنج فيكتور بتاعي. والدايركشن بتاع البوينتنج فيكتور احنا عارفين ان هو في اتجاه الزد، فالدايركشن هكتبه جنب القيمة بتاعة البوينتنج فيكتور، هكتبها ايه في اتجاه الزد. يعني هكتب ان الاس فيكتور هيساوي الاس ماجنيتيود اللي هو واحد على ميو اي كروس البي في اتجاه الزد، والاس دي اللي هي تبقى كوساين سكوير في 10^8 على الميو. طيب المطلوب التالت عايز يعرف ال wave intensity في الكيس دي. ال wave intensity ببساطة جدا انا عارف ان ال intensity بتساوي ال S average، وال S average هتساوي النص بتاعة ال S maximum. حد عايز يسأل؟ طيب هو ماشي، هو في خالد بيسأل عايز يعرف الفرق ما بين الماجنتيك فيلد ك اي و بي. هو الحقيقة في السؤال هو المفروض يحدد، يعني انت معاك حق، يعني هو انت هتعرف منين ده اي ولا بي. هو المفروض يحدد البي ولا يعني البي ولا الاتش. يعني انا كنت اتكلمت مع الدكتور في النقطة دي، قالت ان هي في السؤال في المسألة يعني في الامتحان يعني هتحدد لك هي عايزة الماجنتيك فيلد بي ولا اتش. طيب فهنا الاس الانتنسيتي بتساوي الاس افريج اللي هي نص اس ماكس، والاس ماكس دي اللي هي هتبقى الكوفيشنت بتاع الكوساين. احنا مثلا لو كتبنا هنا الفاليو بتاعت الاس هتبقى ايه 10^8 على الميو كوساين سكوير في اتجاه الزد. طيب ومين ال S maximum؟ هو 10^8 على الميو. يبقى أنا لما أجي أعوض عن S maximum 10^8 على الميو هضربها في هاف عشان أجيب الـ إيه؟ الـ average. ليه ضربت في هاف؟ عشان لما أجي أعمل integration على cosine squared، الـ average بتاع cosine squared أو sine squared بيساوي نص، فبالتالي الـ S average هتساوي نص في الـ S maximum. حد ماشي اتفضلي. طب هو دلوقتي مش المفروض يطلع اللي هو الـ S average اللي هي half الـ S maximum، المفروض تطلع نفس نتيجة لو أنا قلت إن هي نص الـ epsilon في الـ E maximum في الـ velocity، صح كده؟ لأ، أو نص الـ هو ليه نص الـ epsilon في الـ E maximum؟ ليه نص الـ epsilon؟ مش دي اللي هي الـ U storage اللي بنضربها في الـ velocity؟ الدكتور كانت أثبتت حاجة كده في المحاضرة ماشي. تمام صح، هي ال S average بتساوي ال U average في ال A في ال velocity. تمام، وال S وال U average بتساوي نص epsilon في ال E square. تمام صح، المفروض هتطلع أو حتى واحد على الاتنين مش بتطلع معايا نفس الرقم. انت عوضتي عن ال epsilon بأنهي رقم؟ 8.85 في 10^12. طيب بص بقى انت غلطت اهو. ليه؟ ان الابسلون دي هتبقى ابسلون نود في ابسلون ار، صح؟ مش احنا لسه جايبين الابسلون ار في اول مطلوب؟ الابسلون ار طلعت على تمام تمام، فهي دي الغلطه يعني. تمام، هو الابسلون دي الابسلون جنرال، الابسلون بتاع ابسلون نود في ابسلون ار. تمام تمام كده، شكرا. في حد عنده سؤال تاني في المسألة دي؟ باشمهندس، هو مش المفروض الإبسلون آر على طول بواحد؟ لا مش بواحد على طول، هو بواحد بس في الفاكيوم في الإير. بس هو قايل لك هنا في المسألة إن الإلكترو ماجنتيك ويف إن أ دايلكتريك ميديوم، يعني هو قايلها لك صراحة. تمام ماشي. في حد تاني عايز يسأل؟ تمام. في حد عنده تاني سؤال؟ ال S هنا مش بتساوي واحد على ميو في ال B كروس ال E؟ ال S واحد على ميو E كروس ال B. تمام، لما باجي بضربهم في بعض بيطلع ال constant ده اللي هو جنب الكوزاين سكوير 7.94 في 10^25. الكلام ده مش موجود في الإجابة. انت بتتكلم عن انهي هنا مثلا؟ بتتكلم عن انهي رقم؟ معلش تاني، سي رقم دي
سي. سي تمام، ماله بقى سي؟ بيطلع معايا الرقم اللي هو اي في اتش، بس انا جبتها ببي اللي هي 1 على ميو اي في بي. 1 على ميو اي في بي. تمام، تطلع معاك كام بقى؟ 7.94 × 10^25. 10^25 يعني ممكن انت تكون نسيت طيب ماشي، ما هو الميو انت عوضت عنها بال يعني والبي انا عاملها 10^8. 10^8 والات والاي والاي هو مديها لي اصلا 1. كام؟ اه 1 صح، والميو هتبقى 1 على ميو نود. طيب يعني ممكن ابقى اراجعها وابص عليها تاني. ماشي تمام، براجعها بقول لكم في اخر الفيديو. مش في حد تاني عنده سؤال؟ نعم، في حد يسأل على حاجة تاني؟ نون ايه؟ نون ماجنتيك. اه يعني هو الدايلكتريك نون ماجنتيك. اه مظبوط، يعني هو علشان لو هي ماجنتيك ماتيريال هيقول لك ان دي ماجنتيك ماتيريال، غير كده الابسون ار الميو ار بواحد، يعني الميو ار باي ديفولت بواحد، غير كده هيقول لك يعني الميو ار بكذا، هيقول لك هنا ماجنتيك ماتيريال والميو ار بكذا. ممكن نبص على مسألة رقم 2. ماشي، في حد هيسأل؟ ماشي، اللي رفع ايده كان عايز يسأل اتفضل. طيب مسألة رقم 2. مسألة رقم 2 بيقول ايه؟ بيقول لي لو ال radiant energy from sun جاية بشكل electromagnetic waves، ال intensity بتاعتي بالكلام ده، عايز يحسب ال peak بتاعت ال electric field وال magnetic field. أنا عارف إن العلاقة اللي احنا قلنا عليها المفروض هتثبتها في مسألة رقم 5، هنا مسألة رقم 5، إن الـ E بتساوي 27.4 في جذر I over N. أنا من العلاقة دي أقدر أجيب إن الـ E بتساوي 27.4 جذر I على الـ N، والـ I هو مديهالي والـ N هو مقليش الوسط الموجود فيه، فأنا هقسيم إن هو الـ Air، هحط إن الـ N بتساوي 1، من هعرف أجيب الـ Peak Value أو الـ E Maximum بتاعة الـ Electric Field. انا خلاص جبت الاي ماكسيمم، اعرف اجيب منها البي ماكسيمم، انا عارف ان الاي ماكسيمم بتساوي الفي في البي ماكسيمم، والفي هنا طالما هو ما قالش انهي وسط فهو يبقى الاير، فالفي دي تبقى الاوف لايت، منها اعرف اجيب الاي، فانا هجيب الاي هجيب البي اكشلي، يبقى البي ماكسيمم هتساوي الاي ماكسيمم على السي، منها اعرف اجيب ال D وال E لسه جايبها، فهتطلع فين؟ مسألة رقم 2. تمام، تطلع ال E بحوالي 1003 وال B 3.34 × 10^6، هنختار اللي هو الاختيار رقم B. الاختيار رقم B اللي هو يعني هي طلعت 1003، فأقرب حاجة هي الألف، عملت approximation، وهنا 3.35 بدل 3.34. في حد عنده سؤال في المسألة دي؟ تمام، طيب خلينا نشوف مسألة رقم
3 we how much electromagnetic energy is contained in each cubic meter near the Earth's surface if the intensity of sunlight under clear sky is 1000 watt per meter squared. طيب هو بيسأل على الالكترومغنيتيك انرجي الكونتيند في كيوبيك متر، دي معناها ايه؟ انرجي بير يونت فوليوم، والانرجي بير يونت فوليوم دي اللي هي ايه؟ الانرجي دينستي. مين عايز يسأل؟ حد يسأل؟ بالظبط زي ما كان عبد السلام بيقول ان الانرجي دينستي هي الانرجي على اليونت فوليوم، والانرجي اليو افريج انا عارف ان اليو افريج او انا عارف ان الانتنسيتي اكشلي بتساوي ايه؟ بتساوي اليو افريج في الفيلوسيتي، فاليو افريج هنا هتساوي الانتنسيتي على الفيلوسيتي. هو ما قاليش او هو قال لي ان هي ايرث سيرفيس او في ال يعني في الفاكيوم، فالفي دي هتبقى ايه؟ هي الفيلوسيتي اوف لايت ان فاكيوم، وانا معايا الانتنسيتي اللي هي 1000 واط بير متر سكوير، يبقى ال I هقسمها على ال C هجيب منها ال U average اللي هو طالبها زي ما هنا في الإجابة. هنا ال U بتساوي ال I على ال C، 1000 على 3.6 يطلع الرقم ده اللي هو choice رقم A. طيب ممكن نبص على إيه؟ مسألة رقم 6. باشمهندس ماشي اتفضل. هو ال U دي هي ال energy density؟ اه بالظبط. طب انا ممكن استخدم energy per unit volume، يعني ممكن استخدم قانون اللي هو epsilon في E square عشان اجيب ال في question 3. عايز تعمل ايه تاني؟ استخدم اللي هو اللي هو ايبسلون نوت في اي سكوير. ايبسلون نوت في اي سكوير. طب ماشي، انت معاك الاي سكوير ده ولا هتجيب الاي سكوير ده من القانون اللي هو اللي تحت ده؟ جيب الاي يعني من القانون ده. انت معاك الانتنستي هتجيب منها الاي. ماشي صح تمام. مسألة رقم 6. مسألة رقم 6 بيقول إن cellular phone communication network a sinusoidal EM wave emitted by a microwave antenna with wavelength 4 centimeter electric field amplitude تساوي 4.5 عند 4 كيلومتر away from the antenna. مش قادي الأنتنة بتاعتنا الويف. هو بيقول إن الإلكتريك فيلد في نقطة ما في نود بتساوي الرقم ده على مسافة 4 كيلومتر. عايز يعرف الفريكونسي بتاعت الويف. طب أنا عارف إن ال سي بتساوي اللامدا في اف. طالما هو قال لي إن ال أو يعني الفي بتساوي اللامدا في اف، طالما هو ما قاليش الوسط يبقى هو إيه؟ الوسط بتاعي هو الاير السي، والويف لينس هو مديهولي 4 سنتيمتر. منه اقدر اجيب ايه؟ منه اقدر اجيب الفريكونسي. الفريكونسي هتساوي C على اللامب. طيب مطلوب رقم B، عايز الماجنتيك فيلد امبليتيود. هو هنا يقصد ال P. انا عارف ان ال E بتساوي ال V في ال P، وانا الاي هو مديهالي، والفي طالما هو ما قالش الوسط هو الفاكيوم بتبقى دي سي، منها اعرف اجيب البي. طيب مطلوب رقم سي، عايز يعرف الانتنستي بتاعت الويف. الانتنستي هقعد في القانون اللي هو ايه؟ نص ان ابسلون نود
هو القانون اللي هو المفروض هتثبتوه في مسألة رقم 5، ان هو نص ان ايبسلون نود في سي في اي نود سكوير. انا معايا الاي نود اللي هو مديها لي في المسألة، معايا الاي نود الالكتريك فيلد، ومعايا الابسلون نود، ابسلون نود اللي هي بتاعت الفاكيوم، والان اللي هي ان بتساوي 1 هنا سي في اي نود سكوير. فمنها اقدر اجيب الانتنسيتي بتاعت الميت. الاربعة كيلومتر اللي هو away from the antenna دي الحقيقة ملهاش لازمة، يعني هي كانت موجودة زمان لمطلوب تاني، او مطلوب كان بيسأل على ال S average، بس هي ملهاش لازمة في المسألة، يعني معلومة زيادة يعني. بس فدي كده مسألة رقم 6. في حد عنده سؤال؟ ماشي اتفضل. هو ال epsilon node بتساوي كام؟ ال ايه تاني؟ ال epsilon node epsilon node ده constant يعني. given نعم؟ given ولا انا احسبه؟ لا لا، هيبقى given المفروض في المسألة، يعني أي مسألة هتلاقي ال أو يعني الامتحان actually بيبقى فيه constants بتبقى موجودة فوق، يعني اللي هي بتبقى يعني تمام ال epsilon node 8.854 في 10 أس ناقص 12 فراغ بير متر. تمام ماشي. فالكونستنس ما تلاقوش يعني، تبقى موجودة في أول الامتحان. ماشي. طيب في حد عنده سؤال تاني في مسألة رقم 6؟ طيب خلينا نبص على مسألة رقم 7، احنا حليناها، و9 احنا حليناها، يبقى فاضل مسألة رقم 8. نبص عليها بسرعة. مسألة رقم 8 بتقولي assume 10% of the power input، assume 10% of the power input to a 100 watt lamp is radiated uniformly in all directions as a light of wavelength 500 nanometer. Calculate the maximum value of E and B at a distance 3 meter away from the source. يعني لو دي كانت عندي اللام وعايز يعرف على بعد 3 متر قيمة الـ E والـ B. طيب هو بيقول لي assume 10% of power input to 100 watt lamp is radiated uniformly. ده معناه ايه؟ معناه ان الـ 100 watt اللي انا بديها للمبة مش كلها بتطلع في صورة light. ده معناه ان في ايه؟ في حرارة، او يعني في 90 watt بيفقدوا في صورة حرارة، اللمبة سخنة جدا، فده معناه الـ efficiency بتاعتها وحشة جدا، يعني almost يعني بتبقى اللمبة الصفراء يعني. فالـ power radiated او الـ power radiated هتساوي ايه؟ هتساوي 10% في 100 اللي هي تديني ايه؟ 10 watt. دي كده الـ power radiated اللي انا هستخدمها. طب هو عايز يعرف الـ electric field و magnetic field على بعد 3 meter away from the source. انا عارف الـ electric field كـ function في الـ i، يعني انا عارف ان الـ E بتساوي 27.4 في جذر i على الـ n. فانا لو عرفت اجيب الـ i هعرف اجيب الـ ايه؟ الـ electric field. طب الـ i هو بيقول لي عايز الـ intensity في انهي حتة، وعايز الـ electric field في انهي حتة؟ 3 meter away from the source. وانا عارف ان ده ممكن اعمل له assumption ان هو point source، فهو بيطلع spherical wave الاتجاهات. فهتقول الـ intensity بتساوي الـ power على الـ area، والـ area يعني الـ area اللي هي الـ area surface area بتاعت اللي بيخرج فيها الـ power، احنا قلنا ان هو spherical waves، فهتبقى b على 4 pi r squared. مين الـ r دي؟ هي الـ radius اللي هو بيسأل عليها اللي هو ايه؟ 3 meter. وانا معايا الـ p اللي هي ب10 watt، منها اعرف اجيب ايه؟ الـ intensity. يبقى انا كده عرفت اجيب الـ intensity. طيب والـ intensity هستفاد بيها بإيه؟ هجيب منها الـ electric field، إن الـ E بتساوي 27.4 جذر I على الـ N، وهو مقاليش إن الوسط، هعوض عن الـ N بإيه؟ بواحد. أنا كده جبت الـ إيه؟ الـ electric field. once إن أنا جبت الـ maximum value بتاعت الـ electric field، ده كده المطلوب الأولاني. المطلوب التاني هو عايز الـ B. أنا عارف إن الـ E بتساوي الـ V في الـ P، وهو طبعا مقاليش الوسط، يبقى الـ V دي هي الـ velocity of light، منها أقدر أجيب الـ B. أقول إن الـ B بتساوي الـ E على الـ V، والـ E دي أنا لسه جايبها. في حد عنده سؤال في المسألة دي؟ ما هي اتفضلي. بس مهندس، هو أنا كده ما استفدتش من الـ wavelength في حاجة؟
دي حقيقة. يعني هو ساعات بيبقى يعني المسألة بتبقى قديمة، بيبقى فيها مطلوب تاني، يعني كان مثلا بيسأل مثلا على الفريكونسي بتاعة اللايت مثلا، كان بيسأل على حاجة تانية بيسأل فيها الويف لينس، والمطلوب ده اتشال يعني، فالمسألة ما اتعدلتش بس. تمام، شكرا. ماشي، في حد تاني عنده سؤال؟ طيب ده كده المفروض شيت 4. في حد تاني بقى عنده سؤال بقى في شيت 3 بالنسبة لدوبلر؟ الناس مذاكرتش الكويز ولا ايه؟ باشمهندس، هو ممكن كوشن 3 في الشيت ده؟ 3 احنا لسه 4 تقريبا، 4 كوشن 4. رقم 4، ماشي. مسألة رقم 4 بيقول لي عايز consider each of the electric and magnetic field orientations given below in each case what is the direction of propagation of the wave. طيب مسألة رقم 4 دي ما يعني سهلة، خلينا برضه نحلها. ماشي، طيب هو بيقول لك لو الإلكتريك فيلد في اتجاه الـ I والماجنتيك فيلد في اتجاه الـ J، عايز يعرف الـ propagation هيبقى في أي اتجاه. هتفولو الـ right hand rule، أو إن الـ pointing vector الـ S بتساوي 1 على mu E cross P vector. طب أنا عارف إن الـ E في اتجاه الـ I، يبقى I يعني خلينا أقول A I cross الـ J هتديني إيه؟ هتديني K، فده كده مطلوب رقم A، يبقى الـ propagation هيبقى في اتجاه K. طب مطلوب رقم B بيقول لي إن electric field في minus J وال B في اتجاه الـ I، يبقى الـ propagation في أي اتجاه. خلينا نعملها من الـ right hand rule أسهل. رسمت هنا الـ I J K. طب لو انا عندي ان ال electric field في minus j، electric field في minus j وال magnetic field في اتجاه ال i، فانا هتحرك عكس direction. فانا اقول مثلا خليني اخد ال minus common factor، اقول ال j cross ال i، j cross ال i انا بتحرك عكس ال direction، يبقى j cross ال i هتديني minus k، يبقى minus minus k هي تديني ايه؟ k. تمام، في حد مش فاهم النقطة دي؟ طيب مطلوب رقم C نفس القصة، هنا مديني ال electric field في minus K وال magnetic field في minus I. أنا ممكن ال minus مع ال minus تكنسل اوت، تبقى K cross ال I. طيب K cross ال I أنا ماشي مع ال direction، يبقى K cross ال I تديني J، فتبقى positive J. مطلوب رقم D يقول لي لو كان الالكتريك فيلد في اتجاه الجي، يبقى جي كروس الماينس كي، ممكن اخد برضو الماينس كومان فاكتور، تبقى جي كروس الكي. جي كروس الكي انا ماشي مع الدايركشن صح، جي كروس كي اديني الاي، فتبقى ماينس الاي. في حد مش فاهم المسألة دي؟ معندش، هو ازاي الماينس في والماينس في سي هيكنسلوا بعض؟ مسألة رقم C مش هو مديني، مسألة رقم C E بتساوي minus K، أو ال E بروجيت في minus ال disturbance في minus K، وال B ال disturbance في minus I، نضرب ال E cross ال B، ف minus cross minus يعني minus مع minus هتكنسلوا بعض، ايه الصعب فيها؟ minus واحد في minus واحد بيديك كام؟ بيديك واحد. فهي ماينس مع الماينس هيكنسلوا بعض، تديك في الآخر ايه؟ الكي في الاي، واللي هي ايه؟ الكي في الاي تديك الجي، عشان هو ماشي مع الدايركشن. طيب حد عنده سؤال تاني في المسألة دي؟ طب في حد عنده سؤال في شيت رقم 3 بالنسبة للدوبلر؟ تمام خلاص، تمام كده، ما يعني كده ما فيش اسئله خلاص كده. يعني الكويز يعني سهل، ما فيهوش حاجه، هو حرفيا يعني 5 درجات هديه يعني دكتور عملاهم. ده بالنسبه للكويز يعني. فالكويز يعني اللذيذ فيه ان هو يبقى اوبن طول الاسبوع يعني، فانت ممكن تفتحه في اي وقت
ممكن multiple tries يعني، ممكن تدخل فيه أكتر من مرة يعني. ده كده so far يعني في النهاردة. الأسبوع الجاي إن شاء الله ممكن نتكلم بقى على ال interference ونحل sheet 5. في حد عنده سؤال؟ طيب خلاص كده ال section خلص. ممكن ده يعني ال recording ممكن برفعه يعني مثلا النهاردة بالليل أو بكرة ولا حاجة. تمام؟ شكرا جدا، مع السلامة.